السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وعالم الخيارات الثنائية. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسلام. بتأسف عن الفيديو بتاع البث المباشر الأخير اللي عملته النهاردة، كان الصوت فعلا النت والله وحش، فاضطريت يعني لقيت الناس بتشتكي وفصل، وأنا حتى ما يعني ما سبتش الفيديو، لما رجعته لقيت الصوت مقطع جدا والجودة مش حلوة، فاضطريت إني أشيله نهائي يعني إيه. فمعاكم واي كيو اوبشن عشان نرجع معاكم ونقول ان طبعا لما اتكلمت معاكم على البث المباشر كان اغلب الناس عنده 3 اسئله، الناس مش عارفه احسن توقيت، الناس مش قادره تمسك نفسها بتحقق نجاح، مش قادره تمسك نفسها في التداول، وبرضو الناس بتسأل على احسن استراتيجيه او الشغل او ازاي انك انت تعرف تتداول باقل خساره. طيب ده التريدنج هيستوري امبارح يوم 19/20 امبارح، عملت تداول الصفقات دي زي ما انتم شايفين. عايزين بقى نركز في الكلمتين اللي جايين، انا طبعا بوريكم اهو صورتي تريدنج هيستوري، مش بوريكم تداول واقول لكم بصوا وبتاع، لا، ولا اقطع مثلا اجيب لكم بتاع ده شاشه مقطوعه واقول لكم ده التداول بتاعي، لا مفيش. ثانيه واحده نازل هابط ماشي. فادي التداول بتاعي موجود قدامكم اهو لايف، مفيش اي حاجة. هنا بقى المؤشرات، ده فرح العمدة زي ما بيقولوا، ده اسمه ايه؟ فرح العمدة. مؤشر 2 3 4 5 حوالي 6 مؤشرات متركبين على ايه؟ كلهم للفريم، مظبطهم على فريم دقيقة، يعني كل ده انا مظبط شغله على فريم دي. فاضل 30 ثانية نشوف هتخسر ولا هتكسب. يعني عكست في آخر 5 ثواني. تمام شغال، very 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 good، والشوكة حلو كمان. ايه صفقة تانية جت زيادة اهي. تمام، فانا كل شغلي على المؤشر، المؤشرات دي عملت اللخبطيطة دي لان طبعا مؤشر واحد لا يكفي زي ما بيقولوا، فانا رحت مركب كذا مؤشر مع بعض بحيث ان يبقى عندي مش تأكيد واحد ولا اتنين، يبقى عندي 4 أو 5 مؤشرات بيدوا اتجاه، فانا لو مؤشرين او 3 لقيتهم مش يعني متفقين مع بعض، يعني المؤشر ده لما اداني هنا ادي مؤشر 60 ثانيه، ده الحد اللي بيحاول اختراقه هنا فما اخترقش، فبعمل العكس، يعني هو مديني هنا حاول يخترق ما اخترقش فعكس. معلش انا صوتي تعبان شويه. فالمهم نرجع تاني ايه الموضوع، الموضوع بتاعنا. فده التداول، اشتغلت ديجيتال الناس بقى كانت في بتقول لك انا يعني زي ما قلنا اسئلتكم بتسالوا انا بخسر انا مش عارف
لان التداول اداره، يعني اداره وقت واداره راس مال واداره كل حاجه. دي انا جايب مؤشرات يعني عامل كوكتيل كده وبجرب فيه. فعندي صفقه 2 3 4 صفقات خسرانين، اربع صفقات خسرانين، والباقي الحمد لله كله ايه كسبان. من الصفقه الخسرانه دي هتلاقي داخل المجموعه التوتال هنا 9 دولار. احنا قلنا انها كانت هتعكس يعني الشمعة، ولقيتها مش جايبة ورحت واخد الشمعة المؤقتة ليها عشان أقلل الخسارة بتاعتي. دي إدارة رأس المال. هنا 3 شماعات، 3 بنري، 3 صفقات مع فتحتهم شمعة لقيتها هتدي، رحت مديها يعني واخد صفقة تاني لقيتها هتدي، رحت صفقة تالت فراحت مدياني 6.42 دولار مكسب. هنا الصبح كده بعد الفطار وشربت القهوة بتاعتي لقيت إيه، على الساعة 11 كده و10 لقيت في صفقة حلوة، رحت ايه وانا بشوف الايميل يعني ورحت واخدها. دي برضو الساعة بالليل اهو، الساعة 7 رحت واخدها، الساعة 11 بالليل ادي صفقة تاني. ليه بقى؟ انا يعني انا قصدي اوريكم الاوقات دي ليه؟ لان لو بصيت كويس على التوقيت بتاعهم هتلاقيه مختلف. 7 بالليل يعني دي فترة مسائية، فترة صباحية الساعة 7 الساعة 11. ليه؟ بلاقي واحد داخل لي هو أحسن توقيت للتداول إيه؟ هو أحسن استراتيجية إيه؟ هو أحسن سوق أنا ممكن أتداول عليه إيه؟ هو أنا أحسن استراتيجية إيه؟ والله أقسم بالله يعني قسما بالله تاني أنا الإجابات دي أنا بالنسبة لي ما بتفرق. أي وقت بخش أتداول، اي استراتيجيه بخش اجرب. في صفقه تانية اهي بيحاول هنا برضو ان هو مديني كده مش هتنفع. تمام، فهي العمليه انك بتتحكم في اعصابك، دي حاجه. الحاجه التانية التوقيت، اهو توقيتات مختلفه. انت لو دخلت وعملت صفقه اخترت الصفقه المناسبه، يعني انت لو بتختار الصفقه المناسبه وبتخش عليها انت كده شغال صح. التوقيت السوق يعني انا كنت بتكلم الناس انا ما بتكلمش عليا انا، يعني الناس اللي هي القديمه في التداول تركن على جنب جنب كده اهو، لكن الناس اللي هي الجديده في التداول هي اللي بتدور على احسن وقت السوق، هي اللي بتدور على احسن استراتيجيه، هي اللي بتدور على احسن طريقه انك تتداول. كان في واحد من الاصدقاء برضه على التداول البث الحي بيقول لي طب احسن يعني مش احسن توقيت او احسن وقت، مش فاكر السؤال بتاعه. انا عايز اصيغ لكم السؤال بتاعه بطريقه تكون مهم. هقول لكم هفتكر السؤال بتاعه بالصيغه بتاعته صح، بس عشان ما ايه ما يبقاش شكلها بايخ يعني، او فعلا الشمعة هبطت. طيب بس برضه بعد ما كانت الوقت بتاعها المؤشرات دي. فالتوقيت الناس الجديدة لما قلنا لما بتيجي انت كجديد ودخلت تداول قبل بعد ما يعني انت لو شغلتك التداول بعد ما تشرب قهوتك او الشاي بتاعك وتبتدي تقول بسم الله، اول حاجة بعملها بخش يا انفيزيتنج دوت كوم يا تريدنج فيو مواقع التحليل والاخبار الاقتصاديه. ليه؟ اعرف سوق العملات ده رايح فين النهارده، مدى التحليل بتاعه ايه، اقرا الكلام ده عشان ابقى عارف هخش على عملات ايه ومش هخش على عملات ايه. تمام، دي حاجه. يبقى ده الجديد. الجديد لازم يلتزم بالقواعد، القديم بيلتزم بالقواعد بمبدا الخبره، يعني من الخبره بيبقى عارف يخش امتى ويستنى امتى وهتجيب او مش هتجيب الكلام ده كله. فهنا انا قللت الخساره بتاعتي، لما دخلت قللت الخساره بتاعتي، بدل ما كنت هخسر 5 دولار خليتها دولار بوينت 52. هنا دي كانت ديجيتال ما لحقتش اعمل فيها حاجه، دي برضه ديجيتال بالدولار باي باي، دي بناري خسرتها 2.55. طيب فإدارة رأس المال
لازم تتعلم امتى تخش الصفقة وتخش ازاي، بحيث ان يبقى عندك عدد صفقات اكتر. ولما تحصل معاك صفقة زي دي، دخلت صفقة يعني جبت دبل ودخلت صفقة بمبلغ كبير، ولما تخش صفقة زي دي الشمعة مديك اشارة تمام ولقيتها ايه مدية، فتقوم مزود بحيث انك تطلع بدل ما انت داخل صفقة يبقوا 3 صفقات في نفس الوقت وتكسب اكتر. كل الحاجات دي يا جدعان، الناس اللي يعني لما حد يقول لي هو احسن وقت للتداول ايه؟ والله احسن وقت للتداول بالنسبه لي انا كل الاوقات، انا بخش بستنى الصفقه المناسبه واقوم مصطادها سنايبر، استنى المؤشر يشتغل معايا ومفيش يعني. المؤشر اهو لو انت لاحظته المؤشر اهو شغال، ما بيد ماشي حسب زي ما بيقول الكتاب اهو، ما رسمش نفسه شغال 100 100، يبقى انا ليه ما امشيش معاه؟ الصفقه اللي فاتت انا ما دخلتش فيها قلقت منها، وزاد ان كان ممكن ان ايه ازود الوقت، لو كنت زودت الوقت يعني لو كنت زودت الوقت 3 دقايق كانت هتجيب معايا جدا. ف انا بالنسبه لي اوقات كويسه. اشاره تاني ما شاء الله، يعني انا بشرح لكم اهي صعود. بص هنا المؤشر هنا اول حاجه وصل ده الحد مدينا صعود، دي مدينا عليها صعود، ايه رايكم نشتري ولا ما نشتريش؟ 3 9 اهو، والله وشكم حلو. انا يعني بشرح لكم، لو انا مش مركز في الشرح وقعدت اتداول كان عملت لي دلوقتي مبلغ محترم، كنت جبت لي سندوتشين همبرجر ولا حاجه.